السلام عليكم ورحمة الله، معكم عباد وجيتكم فيديو جديد عن سولو ليفلينج. فيديو اليوم راح نحكي عن التحديث اللي راح يجي ان شاء الله بكره لعنا على الجلوبال او على اللعبه، وشو الشغلات اللي راح نتوقعها، وشو الشغلات اللي راح تتغير، وشو الشغلات اللي بصراحه كثير كثير متحمس لها. اول شيء راح نحكي عن التحديث، بس بدي اياكم بالكومنتات تكتبوا لي شو الشغلات اللي انتم متحمسين لها، لانه بصراحه اغلب الشغلات اليوم كثير كثير حلوه. وطبعا اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تشتركوا معنا بالقناه وتعملوا سبورت على نت ماربل بارتنر. المهم خلينا نبلش، لانه انا عندي شغل رجعت، بس بدي اكل، خلينا نصور فيديو على السريع وارجع على الشغل. خلينا نبلش باول شغله اللي هي راح يكون في ستوري جديده اللي هو اوريجينال ستوري هيدن شابترز ويل بي ادد، يعني راح يكون في قصه جديده، وهي القصه اللي هي اسمها هيدن شابترز اللي هو قصه مخفيه او شابترات مخفيه، راح تحكي عن الشخصيات اعتقد الاوريجينال اللي هو شخصيات اللي اخترعتها اللعبه. هي بالنسبه لاول شغله. الشغله الثانيه انه راح يكون في النيو هانتر اللي هو شخصية جديدة اللي اسمها أمامية ميراي، وراح يكون كمان عنده سلاح اللي هو اسمه باني باني بان بان، مدري شو سلاحه، شكله كتير اسمه غريب، أرنب. طبعا الشخصية راح تكون جدا قوية، بالفيديو تبع امبارح فرجيناكم شلون تلعبوا فيها، الكومبو تبعها انك تعمل حركاتها بعدين تعمل التيميت بعدين تعمل حركاتها، اعتقد هذا هو الكومبو اللي راح يكون. طبعا ان شاء الله اليوم راح اعمل راح اعمل بث ان شاء الله كمل في البريليانت شوب اوف بريليانت لايت مدري شو، وبكره نلعب المودات الجديده، يعني راح اعمل بثين اليوم وبكره ان شاء الله ان شاء الله. خلينا نكمل. طبعا راح يكون في اسلحه للهانترز ولا سنجنو، هلا ما بنعرف اذا راح يكون اس اس ار، راح يكون اس ار، راح يكون ايفنت، ولا راح يضلوا موجودين عنا، كل هذا بنعرفه بكره ان شاء الله. راح يكون في كمان كاستم جداد اللي هو لبس جديد للشخصيات، وكثير شخصيات مو شخصيه واحده، وراح يكون كمان الكاستم داي اللي هو انك فيك انت تغير لون الكاستم اللي عندك او اللبس اللي عندك من هي. وراح يكون في طبعا كمان شادو جديد اللي هو سيربريس ابو ثلاث روس، راح يكون بكره ان شاء الله راح يجي لعنا، ما بنعرف هلا هو هل لازم تكون مخلص شابتر معين ولا لا، لسه بكره بنعرف. بعدين ماكس ليفل اند اكتيفيتي فاند اكسبانشن، هي شغله جدا رائعه، انه هلا انت الليفل تبعك كل ماكس هو 80 راح يفتح لل 85، وعن طريقه راح تاخذ قوه زياده لسنجن، هو يعني خمس ليفلات اذا ضلوا ماشيين على الخمسات معناها راح تقدر انت تزود 25 نقطة على الستات تبعك، ممكن تكون أكثر، ممكن تكون 25 ما بنعرف لسه، وممكن تكون 50 نسيان بالضبط قديش كان يعطي الليفل، خمسة بتذكر خمسة، الجاب شينج بيعطي كان 10 أو أكثر. المهم هي بالنسبة لسانجن وو. كمان راح يكون في ديفيكالتي وصعوبة جديدة بالبريليانت لايت اللي هو تبع شو كان اسمه؟ فالجان لوجان نسيان شو كان اسمه؟ المهم راح يكون في صعوبه، هلا في ايزي نورمال وراح يكون في بعدين هارد ديفيكولتي، يعني كل ما راح تصير اصعب، بس اعتقد بالهارد ديفيكولتي راح يعطونا الليجندري 100%. طبعا انا هلا عم بلعب بالصعوبه النورمال والايزي مشان اخذ قد ما بقدر جير وبلش ظبط شخصياتي بدي تظبيط من اول وجديد، شخصياتي صايره كثير ضعيفه بالنسبه لمستواي باللعبه، فلازم نلعبها بشكل دوري، يعني انا كنت تاركها 3 اسابيع اللعبه، فهذا كثير اثر فيني واثر بحسابي. واللي بعدها كمان راح يكون في انستنت دنجن وانكور ميشن جداد اللي هن اعتقد راح يكون 11 و12. هلا نحن واصلين 10 اللي هو الجير العادي اللي ليفله 50 و50، هلا ممكن يصير ليفله قالوا هن اعتقد 75، يعني راح يزيد 25 ليفل. بس هدول ب 78، البريليانت شوب فيك تساوي 78، اما هدول فيك تسويهم 75، بس في فرق ممكن يكون فقط، يعني مو بس انه بيعطيك البنفسجي اللي هو الهيرويك، ممكن يعطيك الليجندري اللي هو ستاتسه عاليه. اذا عندكم مفاتيح خلوها لبكره عشان تستخدموها بكره وتاخذوا وتقدر تلعبوا اكثر شيء. وغير هيك كمان راح يكون في كمان جير جديد او ارتفاكت جديد راح ينزلوه بكره، بهذا الشيء ممتع جدا. وراح يكون في من بكره راح نقدر نبلش نعمل سالفج للجير او نتخلص من الجير تبعنا او الارتفاكت تبعنا وناخذ جوائز زياده تخلينا نطور الجير اللي عندنا، وهذا الشيء رائع. انا اعتقد للاسف نسيت ورحت بعت اغلب الجير الهيرويك اللي عندي البنفسجي،
فهلا بدنا نرجع عن يعني بس معي لسه 1500 يعني، بس انا كنت موصل 3000 وعم زيد، وعشان هيك بعتهم. وراح يكون في طبعا هانتر اركايف نيو ستوري اند سيكريت لايبراري، اللي هي لما اول واحدة فوق اللي هو قصة الهانترز، وبتلعب مراحل بتعطيك جوائز، بهلا فيك تلعبها اكثر وفي جوائز اكثر، هذا شيء رائع. وشو كمان راح يكون في اس ار سلاح جديد للهانترز اللي هو للصيادين، وراح يكون في ايفنتات اللي شفناها امبارح بالفيديو اللي هو تبعات الصيف، شغلات جدا جميلة. بس مطلوبة شيء عن الجلد، هل انا يعني انا الوحيد اللي ما بعرف انه الجلد ما راح يجي هلا، هل راح يجي هلا ولا لا؟ ما بعرف صراحة، يعني كنت متوقع يجي بهذا التحديث، بس شكله لا راح يجي بعد اسبوعين ممكن، ما بنعرف. وطبعا راح يكون في تصليحات بالسيستم، وراح يكون في بعض الشغلات اللي راح تتحسن باللعبة، اللي هو من بعض الشخصيات وبعض البليسنج راح تتغير كمان. فهاي هي الشغلات اللي راح، وفي شغلات طبعا كل شيء ايفنتات موجودة هلا راح تنتهي. وهذا يعني اذا انتم في شغلات لسه مو خلصوها، حاولوا تخلصوها مشان تاخذوا الجوائز تبعها. وطبعا راح يعطونا جوائز جدا جميلة، 300 جيم كي 10 بس مليونين، هي هي الجائزة الجميلة. شوف هذا حاطينها بلون ثاني، انه راح نعطيكم مليونين بس اسكتوا. هلا هو صح 300 جيم ولا شيء، بس لا تنسوا انه امبارح اعطينا 3000 جيم، فيك تحكي ب 1000 ألف او 2000 مو 3000، ومليونين جولد ومالتيتين، يعني انت بالسليم صراحة. يعني بتحسب كل مالتي 2500، هي 5000 7000 زائد مليونين جيم، مليونين جولد. بهي الشغلات اللي راح تجي. طبعا نصيحة مني، جمعوا الجير تبعكم لبكرة، إذا بدكم تخلصوا منه بكرة تخلصوا منه عشان تاخذوا أحسن موارد. وطبعا هلا بقى بنشوف شو الشغلات الجديدة اللي راح يغيروها، لأنه غيروا بعض الشغلات. أول شيء بيو سوي هون غيروا بعض الشغلات فيها، اللي هو decrease the target recovery rate by 4، زادوا عليها هاي شغلة جدا جميلة، يعني ساعتها ما بيهيل كتير اللي ضدك، وهي لا بأس فيها. وهون when user uses kill shot، اوكي هي نفسها ما تغير فيها شيء. شو اللي تغير؟ انه زادوا while the user use hellfire they gain super armor effect، يعني لما يكون فعل عليها الهيلفاير اللي هي الضربة الاي عندي اياها لحنا، اللي بتضرب اكثر من ضربه بصير سوبر ارمر، انه ما في والله اذا ضربها توع او تتكنسل او تتكنسل. وفي هون كمان شغله انه جراند اتاك انكريس افكت، هي نفسها شايف ما غيروا فيها شيء، هي اللي غيروها. كل شوت وهيل فاير وبيرفكت شوت انكريس سكيل رينج ادجست ذا كي تو كيب انمي ان سايت انتل هيتنج ذا انمي، هي شغله جدا رائعه. شو هي؟ انه اول شيء الرينج تبع السكيل زاد اكثر ما هو اوريدي عالي، زادوه اكثر. وطبعا بتصير هي الحاله بتلف عليه وبتضربه، لحتى تضربه اول ضربه خلاص، حتى لو بعد خلاص مو انت ضربت، لانه ممكن احيانا تعبان، مو هي انه هي الكاست بتطول، وانا حكيت عليها في فيديو ماضي انه هي كثير بتطول لما تتحمل حتى تعمل الحركه، بقى ممكن الشخص اللي عم يضربه يهرب عبين ما انا احميها. فهلا صار فيك تلحقوا الضربة لحتى تجي فيه. وغير هيك كمان انه الكاست ديوريشن وين كاستنج سكيل نقصوا، يعني الفترة اللي هي بتقعد بتحمي فيها قبل ما تضرب الضربة قلت، يعني ساعتها سرعة الحركة راح تزيد انك تعملها باسرع وقت ممكن، وهذا شيء جميل جدا. انا سبحان الله كل شيء حكيته عليها انه هو سيء زبطوه. التلت شغلات اللي هو انه اذا ضربوها راحت السكيل، ورينجا مو انا ما حكيت عن الرينج، بس حكيت انه احيانا بتضرب مكان وهي بمكان، واخر شيء انه هي كثير بتطول بالحركات. هذول ثلاثه صلحوهم. وطبعا يوجن شول اكثر شخص يمكن عدلوا حركاته، كانوا عم يقول لك بوس ايدك العافي بوس ايدك العافي، بس هذا بيعني شغله واحده، يمكن الشخصيه الجايه ما راح تكون بريك، فهن بدهم شخصيه. ليش عدلوا لو يوجن شول؟ في شغله عدلوه مشانها، عدلوه لانه انت ممكن هلا بإيفنت الوركشوب في بريليانت لايت ممكن يصير فيه ألوان، مو بس المي، ممكن يحطوا هلأ كل ما ينجي شخصية جديدة ممكن يضيفوا لون جديد اللي هو رياح، فمشان هيك عم نظبطوا مرة تانية جوجون شول اللي هو الشخصية المجانية اللي بناخدها. ليش؟ مشان تلعب فيها مع الشخصية الجديدة، لأنه هو الوحيد اللي بيعمل بريك،
بتيم الاخضر. يعني انت ممكن تستخدم الشخصيه الجديده وتستخدم هداك الاصلع، نسيان شو كان اسمه، الاس رانك، وتستخدم ووجن شول، هذا فريقك الاخضر راح يكون، لانه هذا الوحيد اللي بيعمل بريك. فاضافوا كتير شغلات عليه، انا بصراحه ما حبيته ابدا، بس ممكن نضطر نستخدمه بعد التحديث اذا صار، لانك لازم تلعب فيه. وشاهين طبعا زودوا له شغله كتير حلوه، when the skill hits it becomes unrecoverable، يعني انه كمان الحركتين تبعاتها صاروا بيعملوا unrecoverable، اللي هو انه بيصير ما بيهيل. وwalls of the sword in team fight mode the duration becomes 6 seconds. هلا team fight mode شغله كتير مهمه، اعتقد شو معناها ممكن انه راح يكون في مود انت تلعب فيه اكثر معش، ممكن هنا نقصدهم، هنا نقصدهم يمكن على المرحلة اللي تاخذ من الجيمات ممكن، او الجلد تيم فايت. وهون طبعا ايما كمان عدلوا عليها، زودوا لها الفاير دامج تبعها 7.7، وصارت اول ما تنزل تاخذ 5 من الهيت ابزربيشن، فهي شغله جدا جدا رائعه. وكمان هلا صار فيك تشوف الشيل تبع الدرع، اللي هو اصلا الناس بتقول انه هي تانك بس ما بيعرفوا ليش هي تانك، او ليش ما عم يعني تنضرب، لانه عليها درع. وطبعا بالنسبه للبليسنج كمان ضافوا كم بليسنج، هلا هي مو قويه، هي بس ارقام تغيرت. بس اهم تنتين اللي انا بدي احكي عليهم، اللي هو يور دامج، لا وينها هي يور اتاك دامج انكريس ايكوال تو 12 من يور لوس اتش بي، ويور دامج تيكن راح يزيد دامج اللي بتاكله 10%. في واحدة تانية كمان، هي راح تكون خارقة. هي شو كاتب؟ انك انت لما تقتل اشخاص بتاخذ 0.8 من اتش بيك. بس كمان في شغلة زودوها هلا، يو ويل ريكفر 2% من اتش بي لما تضرب اليت او هاير مونستر، يعني بتضرب بوسات او اليت بوس راح يزيد اتش بيك 2%. يعني فيك تقول هي صارت مثل اللايف ستيل، عرفتوا؟ باي شغله جدا جميله. هلا صح الكول داون تبعها 30 ثانيه، بس كل 30 ثانيه فيك تهيل 2% من اتش بيك. وطبعا لما تصير ليفل 3 او لما تصير ليجندري اللي هي الصفرة بتصير هي 5% من اتش بيك، وهي جدا رائعه. كل 30 ثانيه يعني فيك تقول اذا اشتغلت عن جد وكانت جميله، ممكن والله تستغني عن الهيلر، ممكن محلك 100%. باي الشغلات اللي راح تجي بالتحديث هذا، بالتوفيق للكل. ومثل ما تكون بالكومنتات اكتبوا لي شو الشغلات اللي انتم مهتمين فيها او الشغلات اللي بدكم اياها، مشان نشوف شو التحديث، وان شاء الله بالبث بكره نلعب كل شيء. بس هون بكون صرنا فيديو، لو استمتعتوا فيه استمتعت بلاتهم لايك الفيديو، شكرا على كل جيم، وشكرا على فيديوهات ثانيه. مع السلامه.